الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة،
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الذي خلقنا لنعبده ونعرفه وكلفنا على طاعته بحسب الطاقة البشرية وزيننا بجمال الإيمان وأرشدنا بهدايته ووعدنا رؤيته بكمال لطفه وكرمه في الجنة فلا بد لنا أن نشكره ونذكره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله رسول المشرقين وإمام المغربين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين المهديين المرضيين من بعده
وسلم تسليما دائما مباركا كثيرا كثيرا. معاشر المسلمين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، عظمه الله وشرفه ورفع قدره وعزته، يوم الزينة والعيد، يوم الفضل المزيد، يوم ضيافة الرب للعبيد، يوم اجتماع القريب والبعيد، يوم الندم والاستغفار، يوم التوبة والاعتذار، يوم الرجاء والعفو والغفران، يوم استجابة الدعوات والرضوان، يوم ختم الله به الشهر المبارك رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. واعلموا أيها المؤمنون، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن من الوعيد. ليس العيد لمن أكل اللبة، إنما العيد لمن خشي ربه. أفطروا لله في هذا اليوم العظيم، وارفعوا حاجاتكم، وأنفقوا على المساكين صدقاتكم. وقد بلغنا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر أو صاع من زبيب بعد الصبح قبل صلاة العيد شكرا للنعمة المزيد. قال العلماء رحمهم الله في صدقة الفطر ثلاثة أشياء: قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر. فاحمدوا الله على ما رزقكم من هذا الشهر، ورزقكم من الصيام والقيام، وبلغكم هذا اليوم العظيم والوقت الكريم. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله تعالى وإياكم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، قوله حق وكلامه صدق. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،
وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.